غزان أزندور، طالبة شعبة الفلسفة كلية بن الطفيل، عضوة الجمعية المغربية الخليصة. جينا لهذه المسيرة تضامنا مع الأساتذة المتدربين في القضية العادلة ديالهم والمشروعة اللي هي إسقاط المرسومين المشؤومين، وكذلك التنديد على التعنت اللي كتقوم به الحكومة تجاه الأساتذة، وكذلك ندين بشدة العنف اللي تمارس على الأساتذة المتدربين في موقع القنيطرة يوم 14 مارس نهار الشهر في الاعتصام ديالهم اللي خلف إصابات بالغة وخطيرة جدا، وكذلك ندين الاعتقال ديال الطالب اللي كان جا متضامن مع الأساتذة المتدربين واللي غتكون المحاكمة ديالو في 24 مارس نهار الشهر. وتضامننا دائم مع جميع فئات الشعب المغربي، وكذلك القضية التعليمية قضية وطنية وهي قضية خصها تعطاها الأولوية، ونقول للحكومة من هذا المنبر أنها يكفينا تعنتان وأنها تريت وتخدم العقل في حل هذه الإشكالية. السلام عليكم. أحلى الإخوة ديال الأساتذة المتدربين جينا كنساندوهم في هذه المسيرة هذه في الدار البيضاء هنايا، وكنقولوا للحكومة ديال بن كيران كفى تعنتا وبركه من هذا التعنت اللي ما كيأديش بشي نتيجه اللي هي في صالح البلاد وفي صالح التعليم ديال البلاد. وهذا الشيء هذا كي يعني ماشي اصلاح التعليم، هذا الشيء كيعني بانه كيفسد التعليم وكيحطم التعليم، لان التعليم اصلا فيه خصاص تقريبا 20 ألف استاذ ديال 20 ألف استاذ، والى قصاو هذا الفوج هذا يعني غادي تكون كارثه في التعليم مسبوقه في المغرب. يعني هذه رساله للسي بن كيران، حنا عطيناه الصوت ديالو وصوتنا عليه ودعمنا الحزب ديالو في الحمله الانتخابيه، وفرحنا ملي جا في المرتبه الاولى وتنص وكان رئيس الحكومه، ولكن في الاخير صدمنا بواحد الوجه غير مألوف لابن كيران في الحملات الانتخابيه، وحنا كنتاسفوا لهذا الشيء هذا. تحيه نضاليه والاساتذه المتدربين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كمواطن مغربي وكباعه متجولين ديال مسجد الفتح عين الشق، تنتضامنوا مع الاساتذه. علاش؟ لان احنا تحقرنا وحاسين بالحقره اللي تحقروا بها الاساتذه، وعندنا وليداتنا تيقراوا في المدارس العموميه، حنا تنقول لهم لا لخصوصات التعليم، الا مسيتي الاستاذ غتمسني وغتمس ولدي. وتحيه نضاليه للاساتذه وجميع المواطنين في هذا الوطن الجريح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. الشعب يريد اسقاط المرسومين.